أعلنت قناة السويس عن نجاح عمليات تعويم سفينة البضائع جلوري والتي تحمل عالم جزر المارشال، وبالتالي عودة الملاحة إلى طبيعتها حسب رئيس هيئة القناة قناة السويس. فإن السفينة جلوري جنحت بشكل طفيف في بقافلة الجنوب وتم تعويمها بمساعدة قاطرات الهيئة العامة للقناة، ويبلغ طول السفينة 225 مترا وعرضها 32 مترا بحمولة قدرها 41 ألف طن، وتتبع التوكيل الملاحي إنشكيب. وللمزيد ينضم إلينا من القاهرة محمد الزهار. محمد، إذا نجاح هذه المساعي وإن لم تأثر حسب هيئة القناة نفسها حركة الملاحة بشكل كامل أثناء عملية تعويم هذه السفينة، ماذا في التفاصيل وهل اتضحت حتى اللحظة محمد أسباب جنوح هذه السفينة؟ نعم إيمان، دعينا نقول أن البيان الرسمي الصادر عن هيئة قناة السويس أشار إلى أن السفينة لم تجنح ولكنها وجهت بتعطل في المحركات الرئيسة بها، ومن هنا هذا اللفظ يعني أن السفينة لم تجنح، لم تصطدم بالحاجز الترابي على جانبي أو على جانب الممر الملاحي، ومن هنا يتضح اللبس بحكم أن الجنوح بحسب ما قيل كان يستغرق أو يستدعي عدد كبير من الساعات لإخراج السفينة منه، ولكن بحسب بيان وزارة هيئة قناة السويس أشار إلى أن هناك عمليات إصلاح أو عمليات سحب للسفينة جرت بأربعة قاطرات كبيرة تابعة لهيئة قناة السويس، استعبت السفينة من مكان تعطلها عند الكيلو 38 في الاتجاه من الشمال إلى الجنوب إلى الكيلو 51 في منطقة البلاح، وهي منطقة معدة لاستقبال البواخر أو السفن التي يمكن أن تتعطل أو يمكن أن يتم تخزينها في جانب الممر الملاحي. ومن هنا نستطيع أن نقول أو نؤكد عبر مصادر عديدة تابعة لهيئة قناة السويس أن حركة الملاحة البحرية في الممر الملاحي لم تتأثر بشكل كامل في الاتجاه القادم من مدينة بورسعيد في الشمال إلى مدينة السويس في الجنوب، ولكن ما حدث بحسب البيان وبحسب المصادر هو تؤثر بعض أو تؤثر الحركة جزئيا إلى أن تم سحب السفينة إلى منطقة البلاح لإصلاح العطل ثم إعادة إبحارها مرة أخرى. فيما عدا ذلك أكدت قناة السويس أو هيئة قناة السويس في بيانها أن ما يقرب من 51 سفينة عبرت في الاتجاهين سواء من الشمال إلى الجنوب، بما يعني أنه لم تتأثر الحركة تماما في هيئة قناة السويس أو في الممر. شكرا لك على وضعنا في الصورة محمد زهار مراسلنا من القاهرة.